الشهيد سالم البراني دربي. الاسم سالم البراني سالم دربي، مواليد طبرق عام 1972، ومقيم في درنة حيث تعلم ونشأ بها. الحالة الاجتماعية متزوج وله 3 أطفال. المؤهل العلمي ثانوية عامة. الوظيفة تاجر مواد منزلية. كان أول ظهور سياسي للشهيد سالم دربي في ليبيا في منتصف التسعينات من القرن الماضي. 10 سنوات قضاها مختبئا بين الجبال منذ أن كان عمره 20 عاما. وفي عام 1996 تم اتهام دربي بأنه وراء أعمال عدائية ضد النظام بمدينة درنة، وتعقبه النظام القذافي فلجأ إلى كهوف الجبال لمدة 10 سنوات، ثم عاد إلى درنة في عام 2006 ليمارس الأعمال الحرة. شارك دربي في الثورة منذ انطلاقها، ووقف بقوة أمام هجوم قوات القذافي على بنغازي فيما عرف بمعركة الرتل، وأثبت شجاعة وثباتا حتى انتهت أحداث الثورة في ليبيا. وصار سالم آمرا لكتيبة شهداء بوسليم درنا، وبعد قيام مجرم الحرب حفتر بإعلان ما يسمى عملية الكرامة، قرر دربي ورفاقه تأسيس مجلس شورى مجاهدي درنا الذي تصدى لحفتر وتصدى لتنظيم داعش الذي أراد أن يستولي على درنا. وقتل دربي في اشتباكات مع تنظيم داعش في 10 من شهر يونيو من عام 2015 متأثرا بجراحه من تلك المعارك.